نتكلم كلام مظبوط. احنا عايزين الاسعار تستقر ولا عايزين اسعار تولع؟ الجميع عايز الاسعار تستقر. هل حساب زي ما الدستور بنص بيقول على الدولة في المحاصيل الرئيسية كذا 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 ان اذا اشتريتها من المزارع انها تحقق له هامش ربح جيد؟ اي حد فيكم بيزرع رز، الفدان الضعيف هيجيب 3.5 طن، وفي اللي يجيب 4 وفي اللي يجيب اكتر، هنحسب على 3.5. 3.5 طن وانا محدد طن متوسطه ما بين 4300 ل 4700 ونولون النقل عليه. لو ضربنا في 4500 مش 600 و700 يعني 13.5. في فدان رز هيجيب هيتكلف 3000 جنيه 3500. الكلام فيكم في حد يعني جايب 9000 جنيه فدان. اعلى من القمح، اعلى من القصب. ثم الاقي المنشتات. ليه بقى المنشتات دي؟ عشان التجار بيضربوا في الرز. وبقولها بقى النهارده، لن يسمح بتداول الرز لمجرد التخزين. عندك مضرب اهلا بيك، فلاح وقاعد في ارضك وعندك رزك اهلا بيك. عمليه الرز يتاخد ويتخزن ويتحط في مخازن ده بناء على القوانين التجاريه هو حجب السلع عن السوق. وبقولها اهو، احنا ابتدينا الموسم من بقى وهتابع كل يوم اللي بيشتغل وبيصنع وبيضرب رز وبيطلع 10 على 10. انما اللي عارفين الدولار كان بيعلى ليه؟ يتحول للسلع. تحول ايه؟ الناس تشتري الدولار وتحطه عندها عشان ايه يعلى يعني. الناس فاذا كنا هنعمل في الرز كده يبقى ما ينفعش. فمن فضلكم، ولما حسبت انا الحساب بتاع 4500 بادئ دي بادئ، ثم علاوات لدرجه النقاوه، ثم علاوات لدرجه الجفاف، ثم ينولون النقل علينا وصل 4700 و4750، والفلوس تاني يوم او 48 ساعه بحد اقصى المورد ياخدها. مجرد ان انا قلت كده ابتدى السوق يعلى. خير وبركه، احنا ما فيش جبال. اللي عايز يبيع لنا يبيع لنا، واللي عايز يبيع لمضارب غيرنا يبيع لمضارب غيرنا. بس النقطه كلها مش هسمح بكل من معاه فلوس ولا ليه سجل تجاري ولا ممارسه تجاريه ولا كذا ينفع يشتغل في التجاره. ردوا عليا، بس مش مع خلق أزمات ليس لها مقام في بلد عظيم زي مصر. فالممارسات التجارية الخطأ لن أسمح بها، وستصادر بناء على القوانين المعمول بها البضاعة. فأرجو من حضراتكم يبقى واضح أنا مش ضد حرية التجارة، وليس ضد العرض والطلب، وليس ضد كذا، ولكن انا ضد الممارسات التجاريه الخطا. وما يحدد ممارسات تجاريه خطا او صح هي القوانين. صح؟ هل ينفع واحد يصنع زي ما بتقولوا مصنع تحت السلم ونسيبه؟ هل ينفع حضرتك بتشتغلي في الالبان وبتشتغلي في الجبن وانا بشتغل في الالبان، ينفع اي واحد يعمل الكلام ده من غير ما يكون عنده رخصة صناعية وعنده تصريح من الصحة وعنده تصريح من كذا وعنده تصريح من كذا؟ ينفع؟ طب اشمعنى في التجارة ينفع؟ ما ينفعش. فكل ما هو بقوله أن الممارسات التجارية الخطأ لن أسمح به، وهي خطأ.